كيفكم؟ شو حالكم؟ شو اخباركم؟ شو شفتوا شو صار امس مع اريج؟ قعدت اقولها لو اني معك كان نزلت عليهم زنوبتي خليتهم ينحاشون، بس انت ما تسمعين الكلام. ما سمعت كلامي، ما خليت اروح معاها. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي. لو اخذنا هذيك الطاوله لان قالوا لنا هذه الطاوله مخلصه، الا اليوم سبرايز جايبينهم اثنينهم. استهبال. شلون انسى يا مدلل واعوفك، يا مدلل واعوفك، يا مدلل مرة كثرت. يا خلاص كذا معكني مصفوفة. شكرا
المهم الاي شاد اللي بستخدمه اليوم اتوقع اغلبكم بيحبونه، لوريال نزلوا هذول الفلفة 2، واحد نود وواحد الوانه قوية. انا صراحة حبيت هذا اكثر، بس الناس الجريئة يعني خذوا هذا، اسعارهم حلوة، فيهم كم لون، شوفوا الوانها مرة كثيرة، فيها ماتش وفيها شمر وفيها جلتر، شايفين؟ مرة حلوين كالوان اساسية او كالوان جلتر، مرة بتنفعكم، فحلوة للسفر. حلو البنات اللي تحب تعتمد كم باليت، ما تحب يعني 20,000 باليت وكل باليت تستعمل منه لون، بالعكس احس هذه الباليتات يعني كل لون فيه راح تستعملونه، ما راح تستخدمون لون واحد وخلاص، بالعكس مرة تنفعكم، والناس اللي يعني دايم تسافر فهذا اسهل شيء لكم. انا مرة حبيت هذا فراح استخدم هذا. هذا الوان شوي جريء، ابسي ازرق في بنفسجي وكل شيء، بالعكس انا كذا نود حطيت اي لاينر، مو بزي بعض ابدا، بس خلاص ما ادري خلق يعني اعدلهم. المهم بجيب مسكرة وبجيب، زعلت كل ذا التعب، ما ادري وش اخذ اي لاينر مضبوط قهر. دحينا بنحط المسكرة، هذه مسكرة لوريال، هذه حبي الابدي هي و فينها هي وبنفيت، هذول الثنتين هذول سحر، هذول شيء عجيب، هذول شيء ما حصل، شيء يموت بالصدق صدق، هذول الثنتين مرة رهيبين للموش. هذه فيها سايدين، واحدة تعطي كثافة واحدة تعطي طول، بس هذه اختي هذه ما ادري شلون هذه تطلع لي رموش من تحت الارض، شلون لا تسألوني، كل احد يستخدمها يقول كأنها تطلع رموش من تحت الارض. خلوني اوريكم كيف تستخدم المسكرة. طيب اول شيء في هذا السيد اللي هو نمبر 1، السيد ليش اقول السيدين، شو وضع انا جهتين، جهة نمبر 1. المهم شوفوا لا تخافوا ندخلها كذا كذا، اوكي انا اقول لا تخافون وانا قامضة، اوكي قال اني جالسة اتبع الكاميرا،
الحين كمان يعني كده انشفت شوي نرجع. الحين ناخذ الجهة الثانية، هذه تجي زي كده، ممكن تضبطين يعني جاية كده ما عرفت شلون، هذه بس كده مجرد لمسات. نفس الشيء درموش السفرية بس أسهل يعني كذا، ما أحب أكثر على اللي تحت، أحس إنهم جوز راسي إذا كثرت. ترى الحين نضع بعض الهايلايت، لا أعلم أين فرشة الهايلايت، فسوف أستخدم هذه الفرشة، سوف أخذ هذا اللون وأخلطه مع هذا اللون ثم أنفضه هكذا ثم تضعين الهايلايت كي تصبح لديك شمس في خدك. مش ضغط الفص على إله الله كي تصير في شمس بخدك. البعض على خشمك، وهنا نسيت شيء، شلون انسى، شلون مسكرت بنفت الحواجب الشفافة، سمكر حواجبي عشان تثبت كذا. اما الان في الاخير بعد محدد الشفاه ايوه شلون تجيب العيد. عذرا لقد نسيت انني اتحدث باللغة الفصحى. صرت لي شنب بالراج. اوكي بعدها ناخذ هذا الروج من ميك اب فور ايفر ونضعه. وسخت بجامتي، وسخت شاطر شاطر انا والله فصحى ما انتفع. لا مندير طاح بدر. ناخذ بعض الليبستيك ونضعه منه. هكذا يكون اكتمل اللوك. ثم ناخذ بعض السبراي لنثبت الميك اب ونعطي بعض الانتعاش. طب لا لازم افتح دقيقة فينها حقت حلاوة بس اتس اوكي. هكذا تكوني قد اصبحت جاهزة للخروج. كسرت الكرسي، شو السالفة؟ او ماي جاد جايز شوفوا هذه البلكات حقت لوريال، شايفين الوانها قد ايش حلوة؟ خليني اوصي لكم بعض السواتش، شوفوا هذا لونها مرة مرة لطيفة، شوفوا هذا اللون يعني فيها غامق وفيها هذه الالوان، وفي هذا البالت الثاني الوانه شوي يعني قوية، شوفوا زي هذا اللون. الناس اللي تحب يعني الالوان الصريحة زي كذا، شوفوا البنفسجي. شايفين ألوانهم مرة جميلة وأسعارهم مناسبة. شعري والله العظيم 3 دقائق بالضبط، 5 دقائق وأنا مخلصة كل شعري. سويته بجهاز روزانا، عرفتوا اللي صورته لكم قبل كم يوم. ممتع. ساعة ما أشوفه غيرت أحبالي، غيرت أحبالي، لو في مندوب وانا جالس احط ميك اب جا. الحمد لله يعني اني ما عصبت وتنرفست. انا استانس اذا كلموني منادية بعرف انه جاني ميك اب استانس. المهم كلمني وانا متحمسه يجي، فقلت خلاص اسوي توتوريال بما انه يعني في مندوب جاي ما اقدر اطلع. يوم جا الا شيء يقول ما في شحنه سوري.
ليش جاي طيب تعذب نفسك وطاق مشوار مدروش اخر شيء يقول ما لقيت الشحنه استهبل وميمو موجود شاف المندوب كان قال له تستهبل ها تستهبل تستهبل صح تستهبل جايز شوفوا بنفت ايش نزلوا يمكن هذا احسن شيء نزلوه هالسنة شوفوا بدال ما تاخذون منتج او منتجين بسعر 316 خذوا كل هذا البوكس بسعر 316 ريال متخيلين قد ايش ببلاش شوفوا يجي معاه فرشة حواجب باليت باودر شكرا شوفوا يجي مع فرشة حواجب وهذا باليت حواجب باودر مرة رهيب الباودر حق البيجمنت مو طبيعي قديش جميل ويجي معه قلمين حواجب هذول نوعين يعني مو نوع واحد ويجي معه هذا الجل ومسكرة حواجب كلها ب 316 ريال يا بلاش 6 حواجب كامل بسعر شوف يجيكم كذا بوكس مرة مرة حبيته وهذا الشيد اللي أنا استخدمته اليوم والله عليان كيفك؟ أخبارك؟ عساك بخير؟ اليوم كله بس قابل صدف بس يمكن هذا احلى صدفه الله يسعدك يا رب اي والله كل ما اشوفه كل الله يسلمك كل ما اشوف عليان احس كثيرين طاقه ايجابيه من تحت الارض شلون لا تسالوني توي جالسه توقنش جالسه اقول ماني متقبله ان والله بكره بداوم طيب وبدح الواجبات واسوي قعدت اسولف مع نفسي يعني شوق إجازة ريحت برياض رحت دبي جلست 10 أيام لعبتي واستانستي وطلعتي ورحتي وجيتي وريحتي يعني 10 أيام بالظالمة غبتي أسبوع عن المدرسة أول أسبوع خدت راحة طيب سويتي أثاث وزي كذا وخلصتي كم أمر وزي كذا خلاص بكرة مدرسة بكرة خلاص شوق يعني في فترة من حياتك لازم تلتزمين بدا الشيء يعني كل كم شهر خاص حل واجباتي اداوم اتعب شوي واشقى لين ما اتخرج ادخل جامعة ابدا اكرف بعدين اصير محامي وامسك شخص من الناس اللي بالانستغرام وسناب فايا بالعكس حلو يعني الحمد لله في ناس ما هي قادرة تدرس والله صدق لو فكرتوا فيها فكروا بالاطفال اللي عندهم حرب يعني حرام تخيلوا في ناس في أطفال أمنية حياتهم إنهم يدرسون والله أمنية حياتهم ولا هم قادرين حنا الحمد لله أمن وأمان وننام ونقوم الصباح نفطر لبس محدد نتجهز ونروح ونرجع نلاقي أحسن غدا جاهز ننام نحل واجباتنا وهذه الحمد لله بالعكس وناسة أروح أشوف صحباتي وناسة أقهر بات لي يكروني وتنقهر Go, 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 go.